بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل على صندوق خشب على شكل كتاب اهو. هعمله للاكسسوار لانه من الداخل متقسم، ممكن للاكسسوار وممكن لباكيتات الشاي والنسكافيه والسكر والحاجات دي، بس انا هعمله اكسسوار. هشتغل عليه باذن الله، هلزق عليه الصورة دي انها صندوق اكسسوار بوردة. هفرغ الوردة وافرغ الحاجة والزق على الصندوق الصورة، وهعمل خلفية. هنعمل خلفية مع بعض، هنشوف اللون اللي ممكن مناسب، ممكن او اللون اللي داخل العلبة او الكشمير بس غامق شوية او فاتح عشان يمشي مع صورة. لسه هنشوف هنعمل ايه مع بعض. اهم حاجة دلوقتي اللي انا هبتدي بيها هي التزيين بتاعه بالمعجون. دي اول خطوة هعملها عشان اسيب المعجون ينشف براحته، وبعدين اشتغل على الصندوق. الوحدات دي انا هعملها هنا بالشكل ده. في عندي زيادات كده انا مش عايزة ابرزها في الخشب، فبالتالي هداريها علشان ما تاخدش معجون. اللي انا مش عايزاه هخبيه اهو. الوحدة دي طبعا كده هقفل كل الاجزاء اللي انا مش عايزاها تظهر او تلقط معجون بالشكل ده. هعمل النواحي كلها، خلصت داريت كل اللي انا مش عايزاه يظهر. هبتدي اعمل اظبط المسافة بتاعتي على الخشب بالشكل ده، واملى الفراغ هملى الفراغ كله بالمعجون. هعمله بارز طبعا، المعجون بيدي ستنسل بارز. كده واشيله. هذا كده بالظبط. الزيادة هيتشال لما ينشف. تمام اهو، اول شغل بالستنسل على الظهر الكتاب.
هسيبه ينشف براحته خالص. طبعا مش هقدر اشتغل على حاجة تانية، ممكن قوي هعمل هنا، هعمل هنا كده هعمل اللي هو حرف الكتاب اللي بيكون الورق. انا هحط معجون يكون ارتفاعه مع يعني مرتفع نوعا ما، طبعا بالسكينة بظبط الارتفاع بتاعه، وده لما ينشف هعمل الجنبين التانيين. بس هوريكم الجنب اللي هو هيبقى سهل. هحاول اظبط الدنيا معايا واعمل كون ارتفاع متساوي. هنا الحتة عالية، كده اتساوى. هاجي الخطوة اللي بعد كده بأي حاجة بقى فيها سنون زي دي مثلا، أو شوكة أو مشط أو أي حاجة عندها سنون، أقدر إن أنا أمشط المعجون بتاعي عشان اعمل هعيده طبعا علشان اللي طلع ده من المنظر ده. المهم الطريقة كده، بس انا هظبطه بقى، هعيد عليه اللي هو بيطلع ده هعيده خلاص وينشف. هعمل الجنبين التانيين مع الجنب اللي نشف اللي في الظهر ده، ونرجع نشوف هنعمل ايه. بعد ما نشف المعجون في الجنب ده وفي الجناب كلها اهي بالشكل ده، هبتدي اشتغل في الصندوق. انا غيرت فكرة الورقة بالورقة دي، الورقة اللي انا وريتها لكم في الاول اثناء التجهيزات غيرتها. المهم فكيت المسامير هنا وهشيل الوش بتاعي علشان اقدر الزق الورقة بشكل سهل، هتكون تحت المفصلة بالمنظر ده. فعشان اعرف اظبطها فكيت المسامير. يبقى انا هلزق الصورة وهشتغل حوالين الصورة، هوريكم هشتغلها ازاي، وهلون الظهر بتاعه
هعمل دي لوحدها كتابلو مستقل. هاجي طبعا القلب ده كله هفكه علشان كل قطعة هتتلون لوحدها. هبتدي اشتغل على الصندوق نفسه. هعمل لون، انا هشتغل بالشوب بينت علشان هشتغل على الخشب بشكل مباشر. عندي اللون ده مناسب قوي مع الموف، هبتدي اشتغل بيه، وفي نفس الوقت هضيف له سنة بنفسجي علشان امشي الدنيا معايا بالالوان بتاعتي. هحط البنفسجي، هحط معاه ورنيش، جزء من الورنيش المائي عشان يثبت لي اللون. ده تشوك بينت اللي انا مجهزاه من فترة، هو عندي اللون اساسا عشان انا قلت لكم قبل كده لما باجي اعمل لون بعمله في برطمان او في غطاء في علبة، يعني بحيث انه لما يتبقى مني ما يترميش، يفضل واشتغل بيه مرة تانية. يبقى انا هدهن كله بالمنظر ده. هاجي هنا هلونه كله بالطريقة دي. انا هشيل كمان دولت عشان يبقى برضو ما يتبهدلوش، عشان لو حبيت الونهم هلونهم، حبيت احطهم بلونهم يبقوا نضاف. بالمفك هشيل المسمار، اهو عندي البنفسجي معاه الورنيش الابيض، قصدي الورنيش المائي، واحط سنة ابيض، هاخد منه خفيف كده وطعم بيه اللون اللي انا عملته. بالشكل ده، وممكن قوي كمان اعمل هنا. خربشة كأني شبه الشبي شيك شوية، بس خربشة بسيطة.
على الصندوق كله. انا هاجي بقى اتني هشتغل هنا هاخد غامق وفاتح بس لازم برضو الفرشة تبقى خفيفة. يبقى انا كده تقريبا ممكن الصندوق ده يكون كده خلص الجزء التحتاني. وبرده هاخد بعد ما ينشف بقى ذهبي خفيف اذهب اللي انا عملته كله. كده انا الجزء ده حاساه تقل قوي مني فعايزه اظبطه. ينشف وهظبطه بقى باللون الخفيف بنفسجي بس ينشف لازم ينشف عشان اللون يظهر. هسيبه ينشف وبعدين اكمل التاني الوش بتاع الصندوق. ممكن دول يا اما ادهنهم بنفسجي يا اما ادهنهم اللون التيفاني فلسه مش عارفة. خليهم دلوقتي في النهاية نشوف ممكن هينفع ايه معاهم. انا كده ده الوش الصندوق دهنته من جوه بنفس اللون. هاجي برضو امشي عليه ده ممكن ايه خلينا نعمله ستانسل هنا. هشوف الورقة بتاعتي هلزقها بالورنيش هيبقى عندي الزاوية دي وعندي الجزء ده. الزاوية دي كلها عايزة ادهنها هحاول ان انا هدهنها بنفس درجة الموف بتاع الورقة بس انا لسه ما لزقتهاش بس عايزة الزقها الاول بعدين بجرب بس اللون. هلزقها وبعدين
نلعب في الألوان. هاخد فرشة، هاخد ورنيش مائي وأدهن المساحة بتاعتي اللي هلزق فيها الورقة. هعمل على الغطا من جوه بالستنسل باللون الذهبي مع خفيف من البنفسجي. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا بنحط على الفرشة خفيف قوي. بعد ما اعمل الذهبي كله همشي خفيف قوي باللون الموف. ده باللون الموف هيبقى كده على الذهبي خفيف. بس خلاص ده الظهر اللي هو من جوه. طيب نشوف من بره. بعد ما عملت لزقت الورقة ولونت، فضلت اظبط الالوان لحد ما ظبطت معايا بنفسجي وابيض وسنه اسود ونقطه احمر لحد ما ظبطت اللون ودهنت الجنب اللي ناقص. يبقى انا كده الغطا بتاعه، واديت كمان طبقه الورنيش على فكره، كده من جوه كده من بره. هاجي على المساحه دي مثلا ممكن امشي عليها بال خفيف قوي عشان ما تبقاش فاضيه كده. مسحة خفيفة قوي بس ايه، تكسر اللون الاخضر اللي هو التيفان او التركواز ده. طبعا دولت اغمقه. مسحة خفيفة
بدرجه اللون بتاع الصندوق، فهيغطي لي اللون التقيل اللي جيب الغلط معايا. يعني كل حاجه وليها عليك. بس كده خلاص. وجينا للصندوق، خلص برضو همسح عليه من جوه، همسح الصندوق من جوه بالذهب الخفيف قوي، يدي لمعة خفيفة كده من جوه على الموف واللون الأساسي. دايما أبقى ماسحة الفرشة بتاعتي عشان يا دوبك تديني مسحة خفيفة. كده خلاص شطبنا نيجي نقفل بقى. هنحط ده مكانه، ده مكانه، وبالمسامير نقفل. وبكده يبقى احنا خلصنا الصندوق. هقفل واظبط واصوره لكم صورة نهائية ونشوف النتيجة النهائية مع بعض. شطب ونرجع مع بعضينا نشوف كده من جوه. اقلبه كده عشان يبان كده من جوه متقسم للاكسسوار، والظهر بتاعه بالستنسل، والوش اهو بعد ما ركبت المفصلة، وعندنا من الجنب بالستنسل بعد ما ذهبته ومشيت عليه بالموف الفاتح، وطبعا الظهر كمان الدهن، ومن جميع النواحي الورق بتاعه متقسم بالشكل ده. يبقى احنا كده خلصنا الصندوق بتاع النهارده او فيديو النهارده. هحطه كده بشكل ظريف واصوره لكم ونشوف النتيجه النهائيه بتاعته. طيب كده انا عملته خلاص، وقفته كده على الترابيزه نشوف النتيجة. بالشكل ده. وطبعا من جوه كمان. Thank you.
كده وصلنا للشكل النهائي للصندوق. أتمنى يا رب يعجبكم، وإلى اللقاء في عمل جديد بإذن الله.